معنا من عمان الدكتور أشرف بني محمد، خبير التقنية والمعلومات في الجامعة الأردنية. مرحبا بك معنا سيد محمد. كيف هي المواصفات في آيفون إكس وآيفون 10 فيما يختلف عن السابق من ناحية الإقبال؟ يعني ما الذي يشجع اليوم المشترين على هذا الإقبال الكبير؟ لنسمع أخبارا تقول بأن المعروض من الشركة يقل بكثير عن ما يتوقع أن يكون هناك إقبال في دول العالم على شراء هذا الهاتف من قبل المشترين. أولا مساء الخير عليكم وعلى جميع المستمعين. الآيفون الجديد آيفون إكس واللي جاء في الذكرى العاشرة لشركة أبل لإصدارها أول آيفون، نعم، جاء بمواصفات، خلينا نحكي مجموعة من المواصفات الجديدة، أهمها اللي هو لا وجود للبطن الهوم بطن انيمور، فلا يوجد الان زر الرئيسي الهوم والزر الرئيسي والذي كان مميزا لتليفونات ابل من البدايه. المميز الخاصيه الثانيه هو وجود الفيس ريكوجنيشن او التعرف على الوجوه. وفي الفيس ريكوجنيشن موجود الان عندنا اكثر من 30,000 نقطه سيتم يعني تحليلها في الوجوه، لتم بعدين من خلال نظام يسمى روميو جولييت، بحيث يقرأ هذا النظام 30,000 نقطة من الوجه، بعدين يتم بعد ذلك تحليل هذه النقاط للتعرف على الوجوه. فهذه خاصية لغت خاصية تزيد الأمان في 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 حال يعني عدم استخدام الهاتف إلا من قبل صاحبه. بالضبط، فهذه من الخصائص الجديدة. الخاصية الثالثة الجديدة تماما اللي هي وليست جديده في الهواتف المحموله بشكل عام، لكنها بالنسبه لاجهزه ابل كانت جديده، هي عدم وجود حواف بالمطلق. فقدمت هذه خلينا نحكي نظره جديده للهواتف. الشيء في من ناحيه الشكل تغير، من ناحيه المضمون تغير، ومن ناحيه المواصفات تغيرت. هناك يعني خلينا نحكي تقدم كبير في يعني هذا الجهاز عن الاجهزه. طيب من ناحيه اداء الهاتف بشكل عام، يعني دقه العدسه، المعالج، معالجه البيانات، معالجه الصور. نعم، كجهاز الايفون اكس او 8 10 المعالج هو A865 with Quantum Modern، وهو معالج سريع جدا. من ناحية حتى الأبعاد كمان، الأبعاد تبعته كان هو أكبر آيفون إكس، هو أكبر واحد فيهم، فكان 5.8 إنش. من ناحية أيضا من ناحية الكاميرا يبدو أنه أبل في هذه المرة بذلت جهد كبير حتى في إعلانها لتوضيح خصائص الكاميرات الموجودة الآن في الجهاز، الكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية، وأيضا لدرجة أنه تستطيع التحكم طيب درجات الإضاءة. دكتور أشرف، دعني أسألك هنا، ما الفائدة من وجود عدستين في الكاميرا الخلفية للهاتف الجديد آيفون إكس؟ الاستخدام الافضل خلينا نحكي هو محاوله اخذ الصوره في اكثر من بعد، وبالاضافه الى تحليل الصور. فالان تدعي ابل ان الكاميرا الجديده ستكون كانك تصور في استوديو، وكمان هذا اللي يساعد ايضا اللي راح يساعد الكاميرا. يعني بس لافهم منك دكتور بشكل مبسط لي وللمشاهدين، الكاميرا العدستان تعملان معا وتعكسان، نعم، صوره واحده، يعني مثل رؤيه، نعم، مثل الرؤيه البشريه، عينان ولكن صوره واحده في النهايه. تقريبا نفس الرؤيه البشريه، لا تحاول ان تحاكي الرؤيه البشريه، وخصوصا انه الكاميرتان في مواصفات عاليه جدا، احنا نحكي عن تقريبا 12 ميجا بيكسل و 6 element lenses، فهذه مواصفات عاليه جدا. نتوقع ان تكون يعني ان تقدم صور بشكل كبير اوضح، وتصوير من ناحيه ليس فقط الصوره لكن ايضا الفيديو، تصوير اوضح في الفيديو. بالاضافه الى ذلك الشيء المهم كمان في انه الستورج جاءت كمان، او الميموري الداخلي جاءت كمان من نوع بكثافه عاليه وبثلاث جيجا بايت، لتتلائم مع خلينا نحكي المعالج اللي اجى 2.3 جيجا هرتز. طيب من ناحيه المتانه دكتور اشرف، يعني المساحه الكبيره التي تغطيها الشاشه الا يجعل من الجهاز باختصار لو سمحت قابل للكسر اكثر او حساس اكثر؟ بالعكس، نوعيه الزجاج والمعدن المستخدم في هذا الجهاز الجديد
على الأكيد ليست من النوع، وتم تجربته في معامل أبل وتم إطلاقه أصلا في بعد تجارب كبيرة جدا من لضمان نوعية الزجاج المستخدم في التليفون آيفون إكس. شكرا جزيلا دكتور أشرف بني محمد، خبير التقنية والمعلومات في الجامعة الأردنية، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من عمان.